اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا، فك كده ورحرح وعيش. الرحرحة دي مش بتاعتي انا، رمانة فين؟ جاية يا سعادة الباشا، رمانة جاية. اصبر بس عليا 5 دقايق وهتلاقيها داخلة هل علينا كده. بصي بقى، انا عايزك بشويش واحده واحده كده على روحك. خايف عليا قوي يا اخويا. احنا محتاجينك يا نجمه. خشي برجلك اليمين. اهلا 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 يا حب. اهلا يا ست رمان. اهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شويه. معلش اصل انا مش عايزه اغرقكم تمن الازازه. لا ازازه ايه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازاز بحاله عشان يحن علينا. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك 3 لفات. شلف اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى. اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. Thank you.
والنبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله، دي فانيه بالله عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حاجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخد التاكسي وراحت طالعه على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حاجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاها. ايوه يا حاجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرض يا حاجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسالها؟ ماشي يا حاجه، اللي تامر بيه كده. يبقى عملنا اللي علينا ونفضى بقى لاكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حاجه. المنظر من هنا تحفه، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى على ايه؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجباني، بس بصراحه كده انت مش التايب بتاعي. طيب الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. طيب اهدى على نفسك شويه، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شويه. ماشي. بقولك ايه؟ معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلتلك ان دماغك عجباني؟ حاجة، أنا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم يا الله يخرب بيتك، أنت خليت فيها معلم ولا نيه؟ أنت إيه اللي حببته ده؟ أنت عارف العملية دي ممكن ترسى على إيه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، في إيه؟ أنا كنت عملت إيه يعني؟ البنت جاية، ده أنا حتى قلت إنك هتفرح بيا وتسقف لي. أفرح بإيه يا أهبل؟ أفرح بإيه؟ عارف أبوها لو عارف حاجة زي دي هيعمل فيك إيه؟ هيعمل إيه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وانا كنت عملت ايه؟ اسكت اسكت خالص، مش عاوز اسمع الصوت. يا ريتك تقول من وشي. قوم يالا قوم يالا، امشي امشي. خلاص يا حاج اديني ماشي. يا نهار اسود ومنيل، بنت العمروتي بن يستر، ربنا يستر. أحبك. تعالي هنا. يا كرم. ليه الاصطباح العسل؟ أحبك. إيه الجو التركي ده؟ تحبيني؟
انا ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. كرامة، انت عارفة غلاوتك عندي صح؟ وعارفة انا بحبك قد ايه؟ عشان كده اي حاجة انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفة كويس قوي اني مش قصدي بيها اني اضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلي ولا توتر. أنا يعني إيه؟ حسيت إني عايز أقولك الكلمتين دول. إحنا صحيح في سوء مزاج، إنما في الحقيقة مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. أوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا. يعني عشان المركب تمشي و والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل في البيت ده؟ أنا بقيت حاسة كده إن أنا عايشة في سيرك. في إيه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وأنا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير. وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزانا فوق عشان ايه بقى ان شاء الله؟ كنت اشوف ايه حصره. انت ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانه ومش عايزه جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، أنا أبويا سماني مطرة عشان أرطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وأنا بستحمل كتير وبخزن زي أجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي درة وتخليني على ذمتك هتلاقي مطرة تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. مطرة مصحوبة برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انت بتهددينا يا مطرة؟ يكون في معلومك انا لغاية دلوقتي ماشي في سكة تراضي ما بيننا عشان عظم التربة، ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغها يا مطرة هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، تطمني قوي. انا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دم اديبك ولا عاشق سواد عيونك، لا، عشان انت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس ابوك ناوي يعملها. هتجوزها. تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قررت انها يعني الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح طويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، بيت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. اعدى انا كل ده بقى؟ لا، تعديه ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجداتها العظيمة وتتجوزها وتعمل لها أحلى فرح في الدنيا. بقولك يا حاج، ما تعزم الحكومة كمان بالمرة. وربنا فكرة ما خطرتش على بالي. يا انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ يا ابني الهداوة، افهم، الجوازة دي أكبر كف للحكومة. بقولك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش، وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكل لك مخك. من ناحيه عجباني؟ عجباني.
انما بقى واكله مخي لي زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحة ابوك، اوعى تسيب عظمة وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطة اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظمة. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيطلع عسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري اهو الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بن حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. ارمي السيجاره اللي في ايدك دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. بس ماشي اسف باشا. تبع فول يا باشا. على مهلك يا رب. ازيك يا باشا؟ تعالى قوم ياض منام. قوم اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوي. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعة. حاضر يلا يا ولا. قوم قوم يا ولا. قوم تعالى تعالى قوم. خطوة عزيزة يا باشا. يعز مقدارك يا مغاوي. أنا لما عرفت إنك مديت أجازتك قلقت عليك أو سألت عليك، قالوا لي إنك تعبان. قلت لك أطمن عليك. آه يا باشا، ده والله الواحد ما فاهم، حيلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. آه والله رجعت 100 سنة لورا. عيالك دول يا مغاوي؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré des grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان أربع أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح. وبلدكو قدر انها يعمل طفره في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité. احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودره وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامه جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious
of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان لازم نبقى واعيين كويس قوي إن أي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الأحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans le quartier où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح والمضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وبتبقى ماشية زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. لسه بتضرب الفاب ده يا مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان العاهه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. انت عارف يا مغاور انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلبعه ده. عشان كده قلت اتاكد، واديني اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاور ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاور علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقة السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجة يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجة؟ لا ابدا، انا متضايق شوية. اعمل لساعتك شوية نعناع يروق دمك؟ لا ملوش لازمة، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري ما تقف على حيلك وتطلب طولك بديني تمام في المكتب عشان في كلام بيننا لسه ما خلصش. أوامرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابلة ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو المالطي ده قالك حاجة زعلتك؟ المالطي عايز يعرني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مرة. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طول. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اسلب طولي بدل ما اقع على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهاردة ده يا خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. وده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودرة. عايزنا اشتغل في الكيمياء. انا بتاع مزاجه بس، مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. تزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوع كبر خلاص وابنه اهوج. وابو سلمى جربناه وما نفعش. يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعه ما قلتها لي، مش لاقي لها ملكه. عضه معايا ومش سالكه. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا دي غير دي. تانية كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومه بتاعت النهارده دي تجاوز خض، ده عيل دارسه. انت خلاص خطيت العتبه يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا.
مش انت اللي بديعها وبتقول انه كله شمال؟ يتوب علينا ربنا. بضحك. ها طمني يا علي، عرفت حاجة؟ ما بتردش خالص، اختفت تماما. أكيد إنه كشف. أنا كنت متأكد إنه كشف، بس كنت مستني بس أشوف هيعمل معاها إيه. يكون قتلها؟ أمال وداها فين؟ احتمال تبقى لسه في الفيلا. احتمال، واحتمال يكون سفرها بعيد. والله كله هيبان. إحنا خسرنا مصدر مهم جدا. هتصدقني يا علي لو قلت لك إن المصدر ده ممكن يكون هو اللي مضللنا من الأول خالص؟ قصدك باك فاير؟ لا 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 لا، كل اللي كانت بتقوله كان بيتحقق بالظبط ومتفق مع التقارير والتحريات بتاعتنا. عشان كده لازم نراجع حساباتنا في كل المعلومات اللي كانت عندنا ونبص للموضوع بشكل مختلف. أكيد هنوصل لمعلومات جديدة، أكيد. فكر بره الصندوق يا علي، بره الصندوق. بره الصندوق؟ آه بره الصندوق. وعين هو كل اللي اتعلمته من تجار المخدرات باك فاير؟ العفو يا باشا، أنا هفكر بره الصندوق أحسن. بعينتي يا بنتي مزغودة، يطلع منك كل ده. اسكتي، أنا هشيل بتاع اللي على بقك ده، بس هيك يحسك يطلع ليخلصوا علينا وانتي. والنعمة أنا خلاصي خلاص اديك على قفاكي. والنعمة أنا مظلومة، ما عملتش حاجة، ده أنا غلبانة وحياة ربنا. يا بنت انت هتستهبلي يا بنت، ده أنا شايفاكي وسامعاكي بودني. شفتي وسمعتي ايه طب يا ست مطر؟ حكايتك مع المعلم من الحكومة لحد الجواز. خرست يعني؟ والنعمة أنا مظلومة، واديكي شايفة يعني المعلم رماني أهو وسابني. أنت يا بنت كنت بتتجسسي علينا. والنعمة أنا مظلومة، وحياة ربنا أنا مظلومة، ده ظابط كده يعني أنا حتى مش فاكرة اسمه، حاول يقرر فيا بس أنا ما قلتلوش حاجة. شفتي بقى؟ لعبتي لعبتك عشان تجيبي رجل الراجل ويتجوزك. يتجوزني؟ يعني هو لو كان ناوي يتجوزك أنا هيرميني الرمية السودة دي؟ ما هو خايف لا تزوغي. نبي يا ريت يتجوزني، هينوبوا ثواب فيا، اصل انا مش حمل مرمرت الشوارع. بقولك يا ست مطر، عايزه ايه يا بت؟ ينوبك ثواب فيا كده يا رب قادر يا كريم، بايديك الطهره دي تجيبي لي شويه محشي على فرخه كده. عايزه فرخه ومحشي؟ اصل انا موقوته كده وما اكلتش حاجه من في يا ست مطر. على بنتك انت موقوته. اخرسي خالص والله لا صوت. اخرسي لحسن الناس اللي شبشب ده على جتتك. اخرسي تاني. ماشي، ربنا على الظالم والمفتري. لو اخرسي خالص، اخرسي ما اسمعش حسك لناس اللي شبشب على دماغك. والله انت صعبانة عليا في قعدتك دي. ليه يعني؟ عشان لسه ما قاليش اي حاجة؟ ولا هيقولك يا بنتي، ده بيعاملك زي ما تكوني اخته الصغيرة، ولا حطك اصلا في دماغه، وكل اللي انت بتحكيه هو اللي بيقول كده. احساس انا بيقول غير كده. لو شفتي عينيه هو ملهوف عليا ساعة الحادثة، ولا لما جالي يتسحب زي العيال الصغيرة وقعد يحكي معايا لوش الصبح، كل ده ومش حاسس بحاجة؟ انت عايشة زمن عدى وتهلس من مسلسلات التولكي. فوقي بقى يا بنتي، الدنيا من غير مشاعر لا تتحس ولا تتعاش. وصدقيني حبة حب قد كده هما اللي بيخلوا واحدة زي تقدر تعيش وتكمل في الدنيا، ولو اتحرمت منهم مش هقدر أعيش. يا بنتي خليكي واقعية، عيشيها زي كده، عيشي الحياة زي ما هي، ما تزوقهاش ولا تحطيها في جواز قديم. وبعدين حباية لا بلبحها ولا نفسي مش عارفة أي حاجة في أي حاجة. النفر مننا بيجيله الفرص مرات قليلة قوي في حياته، الشاطر بس هو اللي يستغلها ويكسب منها على قد ما يقدر، إنما الغبي هو اللي يسيبها تمر من قدام عينه
من غير ما يقفش فيها. وانا بقى ما سبتش اي فرصه الا ما قفشت فيها بايدي وسطي وعملت كل اللي اقدر عليه عشان ما تفوتنيش. وده اللي خلاكي في وقت قصير قوي تبقى اهم نجمه من نجوم المحل، ومش بس كده صورتك تكبر ونمرتك تتثبت. كله فضل توجيهاتك يا كابتن وفضل موهبك المبالغ فيها. اسمعيني يا بوسي، في واحد بيشتكي من صاحبتك، هيخش المكتب هنا كمان 10 ثواني. مهمتنا الوطنية أنا وإنتي إن المحل ده ما يخسروش. تحت أمرك يا برنس، ده أنا تلمستك. ربنا يبارك لي فيك وفي مواهبك. يا باشا يا باشا ما تزعلش نفسك، ربنا ما كانش قصدها تزينفك صدقني. مالطا بيجون، أنا ليا حق عرب عندك. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. بوسي الوطنية. أهلا أهلا يا باشا، اتفضل. ماشي يا جميل، براحتك على الآخر. المكتب مكتبك، أنا هنا غريب. هو ده برضو العشم يا مام. يلا يا شلل. يلا يا برنس. رباني الراجل داخل شايط على الاخر، وزعابيب تمشيه كلها بتتنطط في خلقته. خدوا الواد شلبي وطلع بيه على الكابتن. يا اختي يخبطوا دماغهم في اكبر حيطه. يا ست رمانه، دي علب ومقفوله والكل متكربس فيها. بلاش عوق مع الناس دول، لحسن دول ارصتهم والاب. قبري لمهم كلهم، انا خلاص زهقت، زهقت من العيشه دي، زهقت. العيشه دي انت اللي رجعت لها برجليكي وبوست الايادي عشان يبقى لك مكان فيها. روح يا بيسا راقب الكيك بتاع البرنسيسة. عيني سيدي. اسمع يا مالت، انا معاك في كل اللي انت عايزه، بس برضك الموضوع مش بالغصب. مين قال انها غصب؟ انا قلت انها غصب؟ الراجل اللي راح يعيط لك وجاي لي لحد هنا عشان تاخد حقه. سيبك من الراجل ده، انا خلاص رضيت وخلصنا. امال جاي ليه يا اخويا؟ عشان الكيك؟ جاي عشانك انت، عشان غلاوتك. انت عارفه غلاوتك محفوره في قلبي قد ايه. قصر وهات من الاخر. دكتور الهردة بره في الصاله. هو ايه كل ليله؟ ان شاء الله تبقى الف ليله وليله. المهم ان هو يكوع واحنا نكسب. الراجل متسلم تسليم اهالي، انا عايز الم مكسبي عشان انت تقبضي. ولا ايه يا ميمه؟ يتوب علينا ربنا. ساعة ما شفتك أنا ما
دلوقتي خلاص كل حتة فيا عايزاك، وانا كل حتة في جسمي عايزاك. ايه ده؟ يعني ايه يالا؟ انت اهبل؟ والله هو ده اللي حصل يا فندينا. يعني هي شافتك، شافتك فزاغت منك، ولا انت سرحت فتاهت منك؟ لا معرفش. يا نهار ازرق. طب راحوا على بيتها ولا طلعوا على بيته؟ هي مين؟ هي مين ايه؟ امال انت جاي تقول لي ايه؟ معرفش. ولا انا مش هقول لك كلبه تحت بيتها. ما انا عملت كده ولبت تحت بيتها لحد الصبح، لحد طلع ولا حد نزل. ماشي يا رمانه ماشي. اس خميس، اس خميس الحاج عايزاك. اوعى اتفضل. اوعى وقت يا مطني. ست شوق، أمور يا ست شوق. ازيك يا مطني؟ الحمد لله. انا عارفه انك هتركز معايا كده وهتدور. ماله افندينا؟ مزاجه مش رايق حبتين. ليه يا مطني؟ ايه اللي حصل؟ معرفش، اساليه هو. وهو انا لو عايزه اساله هاخد الاذن منك انت؟ يا واد انت ما تزعلنيش منك، المعلم زمانه راجع. حضرتك عارفه يعني الاوامر. مقدرش مقدرش. ماشي، مش هسألك على أفندينا، بس هسألك سؤال تاني وتجاوبني من غير لف ولا دوران. العندي قبل عندي. مين رمانة؟ رمانة؟ رمانة اللي أنا كنت براقبها؟ أيوه. معرفش. غور يلا من هنا، غور. مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. أنا محدش اتشرط عليا ياما، انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد، الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني بره. يلا بط، يلا راحه راحه، واشربوا شاي. يجبر مين يا اما؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. يا اما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده، كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح اما شافت ابوها غرقان في دم قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بس، بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا ابو، طمني. العمروتي شاريني كده وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضي لك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه، فرصه يا خميس. اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك؟ البنت انا سالت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش. طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. وهاد يا سيدي امضتي، وان شاء الله بعد ما انجح في الانتخابات كل الوعود اللي قلتها لاهل الدايره هتتنفذ. رقبتي ثانيه واحده، اديله خبر بس.
شو لا مؤاخذه حق لا مؤاخذه حق ست غلبانه من اهل الدايره جايه طالبه مساعده، وطبعا انت عارف الحسن المخفيه. انست وشرفت يا حاج، انست وشرفت. سونيا خليك معاها، يلا مع السلامه. ايه في ايه؟ مالك؟ شفت عفريت ولا عضك حنش؟ مالك وشك جاب ميتلون ليه؟ ابدا، اصل افندينا عارف سكه المكتب وبيعدي عليا كتير. طب يا اخويا ما تخافش، سايباه لسه قاعد بيتسامر مع الحاج، وانا مش هعوق، هما كلمتين وهمشي على طول. ما ايه الكلمتين؟ قوليهم بسرعه وخلصيني. الله يرحم المراسيل اللي كنت هاريني بيهم بس عشان اجي ابص عليك بنظره واحده. ايوه بس مش هنا، المره اللي فاتت عدت على خير، ومش كل مره تسلم الجره. افندينا عنيف في كل حته، وانا مش عاوز ادخل معاه في سكه عواء وانا داخل على الانتخابات. اخص على الرجاله، اخص بقى. ده بجاش المري اللي كانت كلمه منه تهز اجدعها شنب. الله يخرب بيت السياسه. هي يا اخويا السياسه بتعلم على الرجاله وتعمل فيهم كده؟ يو يا شو يو، ايه هما الكلمتين اللي عايزه تقوليهم؟ هو طلب صغنن، عملته اتقيت شر، ما عملتوش وفستكت مني كده زي ما انا شايفه، يبقى تدعي المولى بقى انه يتولاك من اللي انا هعمله فيك. طب ايه هو الطلب الصغنن ده؟ بلغني انك لابد لافندينا ليل نهار، وانك بتظبط له قعدات الانس في الخن بتاعك. يا عيني عليك يا شو. ايه واستكهفك على هز في الخن؟ هي الحكايه يا اخويا فيها هز وسط، بس مش وسطي انا، وسط ناس تانيه، وانت اللي هتجيب لي قرار. ما تخلصينا يا شو، هي فوازير. بنت رقاصه اسمها رمانه واكله دماغ افندينا، عايزك تجيب لي كل كبيره وصغيره عنها، واوعى تقول لي معرفش. لازم تعرف، مش معقول انت مش هتعرف تجيب لي قرار واحده شمال زي دي يا مور. شكلك كده نقلت العطا ورسي على افندينا ورميتي طوبه الكل. اللي على فكره هو المعلم ابو سنه سلم نمر وطلع معاش. معاش اللي يقول على سيد المعلمين كلمه زي دي؟ حلاوتك حلاوتك يا شو. اقعدي اقعدي نشرب كاسين، واللي يعرف افندينا لمؤاخذه يروح يقول له، واللي يحصل يحصل. هشرب كاسين بس اوعى العشم ياكلك. العشم هياخدني للذي مضى. يا خراشي على الذي مضى. فاكره يا بنت؟ ما بيسالش عليا ابدا، ولا بتشوف عينيا ابدا. كملنا كلام وحديد وغرام ولا في العواديت. ينيلك، فكرتني بايام الهي لا يعدها. صباح الفل. كنت فين يا استشو؟ كنت بقضي مصلحه لواحده حبيبتي قوي. واحده حبيبتك قوي؟ والخال عارف بقى ولا دي مجامله منك؟ لا، ما هو الخال مديني تصريح مفتوح كمان. حلو الكلام ده. طب يلا بالسلامه. طب ما يلزمش مني اي حاجه، فكر. شكريه، والوقفه دي مش حلوه. يلا بالسلامة، وصبحي لنا على الخيل. يوسف يا اختي. يلا يا ماما. ولا فندم، مين اللي يخصنا انا وحيدي كده؟ مطرح مكانك جاي يا ست شو. ايوه معرفش، ما استقبلتش غيرك اللي اساله. شاطر يا واد يا ريس، وعرفت تجيب كل المعلومات دي في المدة دي. بقولك ايه، انت متأكد ان الولاية دي كلبة فلوس؟
يعني تبيع اي حد عشان قرش زياده؟ لا خلاص كويس كده، دورك لحد كده في موضوع حنتومه وانتهى. عاوزاك تركز بقى في خميسه فندينه، عايزاك تجيب لي خط سيره بالساعه وبالدقيقه، وما تقوليش بقى بيروح الغرزه ولا المكتب عند المحامي. لا، من ساعه ما يصحى لحد ما ينام، يعني لما احب اجيبه اجيبه. طيب ماشي، سلام انت بقى. مش فاضل بقى غير البنت سوريا، ودي لازم لها حل. تحليات المباحث حصلته في 3 اسامي، تحليات انا بقى حددت الاسم الوحيد اللي ممكن قوي يكون عملها. اسمه ايه بقى؟ اسمه سمحت. اسمه يا سيدي اسمه لؤي الشريف، ابن تاجر الماس كبير. مش مهم ابن مين، المهم انت متاكد؟ اقصى عليك خميس، انت بتشك في امكانياتي؟ ده انا طلع عن اهلي كمان لغايه ما وصلت له، بس ما رضيتش اعمل معاه اي حاجه الا ما تقول لي الاول انت عايزني اعمل معاه ايه. انت كده يا متر مهمتك انتهت. الاسم والعنوان مكتوبين في الورقه دي. بس الواد ده اهله تقال يا خميس، وانت لسه يا متر انت تجيب المعلومات وتقبض اتعاب. خميس انا خايف عليه، القانون صحيح له ثغرات اللي زي بياكلوا عيش من وراها، بس كمان له انياب، لو قفشت في لحمك ما تطلعش الا بالدم وانت مجرب. بعدين فوت من الحمد لله بقت كويسه، يعني ملوش لزوم العوق. يا سلام خميس، كلامك كتر قوي يا مطره. البني ادم مننا لما كلامه بيكتر غلطه بيكتر. انا ما قلتش حاجه يا معلم، انا بس كنت بسال. هتفضل حابس البت كده كتير؟ انت مالك؟ الله، حاشرة نفسك في حاجة زي دي ليه؟ اصل اكتشفت ان حالها من حالي. انت حابسني في جوازة ابنك عشان خايفة اقرب كلمة كده ولا كده، وحابسها برضو وانت عارف انها جاسوس. فترة كلمة زيادة وحنسى انك مرات ابني. تنسى؟ ما نسيت من زمان يا معلم واللي كان. انا بس عايز اقولك كلمتين اتنين مفيش غيرهم. سيب البت في حالها وانا كفيلة اخليها تقفل بقاها. يا سلام، قلبك عليها قوي كده. بصراحة البت صعبانة عليا وغلبانة، وبصراحة كده مستغرباك. مستغرباني ليه بقى ان شاء الله؟ يعني منين حابسها الحبسة دي ومنين عايز تتجوزها؟ انا مش فاهم انتوا مالكوا ومالي، حاشرين مناخيركوا بسكتي ليه؟ اتجوز ما اتجوزش كله بكيفي انا، مش بكيفكوا انتوا. انا عارفه ان البت عاجباك وداخله دماغك، بس انا كمان ست وافهم في النسوان، والبت سوريا دي زي الوبور العمران، ان ضغطت عليه شويه يفرع في وشك. وده عيب النسوان، بس اطمني يا اختي، انا اعرف كويس قوي امتى افضي الوبور. ماشي، غالي والطلب رخيصة يا فندينا. لعلمك انا اقدر اخلي اي عيل من عندي يعملها، انما انا احب ادي العيش لخبازه عشان الشغل يطلع نضيف نضيف. يطلع ايه؟ نضيف نضيف ويتوب علينا ربنا. دين انت بس الدادة الايه؟ المعلومات يعني. لا قولي الاولانية. الدادة الدادة؟ دادة يا واد انت اللادة بحبك. حلاوتك يا فنينة ما جاش يا حلو. فاكر ياد ما كنت بتسرق ياد تبني من عندنا وتاكله انت؟ ساعتها البيمة زعلت. انت مالك انت ولا عليك المكاتب؟ انت مالك؟ انا عليا ليك وسيب الباقي عليا. ماشي خد يا سيدي الدادة بتاعتك، يرضع منها براحتك. يا جاشي هو انا كده تعبتك قل؟ لا 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 لا، تعبك روح المرة دي اتعب لك، المرة الجاية تسندني في الانتخابات. ماشي، يوم الانتخابات هتلاقيني واقف في ظهرك. والبضاعة يا فندينا، أول قطفة من اللي جاي
باسمك يا مري. حلاوتك حلاوتك يا فندينا، دي اخلاق المعلمين والا فانا. ولا على راي المثل ايه، لا يأس مع الحياه ولا حياه لمن تنادي. يعني ولا حاجه. انت خشش المجلس تعمل ايه؟ ده احنا هنشوف ايام سودا. عامله ايه يا عروسه؟ ايه؟ فهمت. يا معلم تعتقني لوجه الله، انا خلاص طبت مش هعمل كده تاني. معلش كان لازم احميكي من نفسك، لا الشيطان يرجع يوزك ويلعب بعقلك تاني وتهجي وتروح لاخواننا البعض. خلاص يا معلم انا طبت والله، انا من ايدك دي لايدك دي. يعني خلاص عيدنا وعرفنا ان الله حق. خلاص يا معلم والله ما هعمل كده تاني، انت حتى لو طلبت مني اولع في نفسي واستيوب هعمل كده، بس خرجني من هنا والنبي. مطرة. نعم يا معلم. فكيها وخديها نظفيها ونفضي تراب الكركبه دي من عليها ورجعيها بني ادمه من تاني. شفتي ان انا احن عليك من الحكومه؟ ومش كده وبس يا مطر، انزلي كمان اشتري لوازم الفرح، انا عاوزها عروسه على الفرازه، ولو قدرتي تفرديها شويه افرديها. ماشي يا معلم. هزيتي يا اختي وعديتي ها؟ بيحولوا يا اختي بالجلابيه على الفحم والشيشه. يو بقى تكنيله موقوسه. اي في عينك. لا ما ينفعش يا علي، ما ينفعش نقرب منها اكتر من كده، لان لو قربنا منها اكتر يبقى بناكد علاقتها بينا وهنضحك علينا نوح اكتر واكتر كمان. امال هنسيبها بعد كل اللي عملناه معاها ده؟ ما البت دي مش سهلة خالص يا علي، البت دي بتاعت فلوس، واضح إن النوح معكمها كويس قوي عشان ما تقولش على أي حاجة شافتها. نجيبها بالغصب ونربيها لحد ما تقر. هتجيبها هتقولك على كل حاجة، وأول ما تسيبك وتروح للنوح هتقوله برضو على كل حاجة. البت دي بتلعب على الونجين، ما يهمهاش غير الفلوس وبس. والعمل يا ياسر بيه؟ إحنا كده بنبعد عن النوح وخميس وسايبين لهم الطريق يبرطعوا فيه زي ما هم عايزين. في حاجة علي احنا مفكرناش فيها. حاجة ايه يا باشا؟ حريم الرجالة دول. حريمهم؟ مش فاهم. هقولك. ضاوية، كرامة، مطرة، شوق، سوريا، حريم الرجالة دول لو عرفنا نرصدهم بعينينا كويس قوي هيبقوا الطريق السهل للوصول لرجالته. الملط مين؟ الملط بيضون؟ طبعا عارفاه يا بجاشي، ده راجل نتن وديله نجس. هي تبعه؟ تبقى مرة شمال. طب قولي هو شغال في انه خرابة دلوقت؟ ده سلو عيلتنا، نقص شريط شغلنا بعيش وملح، والسمك خير البحر وربنا حلله زي ما حلل لقمة العيش. والفاتحة على العيال اللي باصله ما يرعيش ربنا في اكل عيشه. امين 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 يا رب. كل جمبري يا معلم ضاحي. ماشي يا فندينا. مد ايدك يا معلم هلله. بسم الله يا رجاله.
مكشوفين ولا ايه؟ احنا عايزين نطمن على الشغل يا معلم، ونعرف نصيب كل واحد فينا في المصلحه دي. لا اطمن يا معلم، شغل كتير والمصالح اكتر ان شاء الله. والمصلحه اللي بين الرجاله بتدوم بتدوم يا معلم هلله، وده اللي احنا عايزين ناسسه في شغلنا. اتفضل يا معلم، ما احناش عايزين حد غريب يدخل وسطينا. الاوامر كلها وصلت السوق يا فندينا، والكل عارف ان السكه رايح جاي من عندك، ومحدش يقدر يخرج بره قضبانها. مسؤوليه يا معلم، مسؤوليه. ناكل بقى صبيط، عشان الصبيط بينعش المخ ويعلي ادراك الحس. مدوا ايديكوا يا رجاله وكلوا، ما تخافوش، هنغسل ايدينا وهنروح نضيف نضيف. ايوه يا فندينا، بس السوق شاحح قوي والزبوع عطشان وريقه بقى انشف من الحجر. نبلو يا سلام. نبلو. بس نظبط السعر. بس خليك في الحنين علينا يا فندينا. ومن امتى حته ابو جنه كانت بتيجي على رجالتها يا معلم؟ احنا سلو شغلنا ان الكل ياكل عيش. وده عشمنا فيك يا خال. الخال جاب من الاخر وقال على سر الطبخه ووعد مني دم يسيل كده يا رجاله لو حد امن على الترابيزه دي مكسور الخاطر. عشت يا فندينا، عشت. بس الطبخه زي ما ليها سحرها ليها سمها، وسحرها للي يصون الكلمه والعهد، وسمها على اللي يخون العهد والكلمه، واللي اوله شرط اخره فالينا. يتوب علينا ربنا. على فين العزم يا ابو سنة؟ اصل شوق مخنوقة شوية، قلت اخدها تفك عن نفسها في اي حتة. وانت ايه اللي خانقك يا شوق؟ الكتمة بين اربع حيطان يا حاج، اتخنقت قلت اخرج اشوف الدنيا. ما شبعتيش من اللي شفتيه يا شوق؟ ده كان زمان يا حاجه. ولا عايزاني اغني له واقول له ارجع، ولا اعيش حياتي احسن مع جوزي وحبيبي وراجلي وسيد المعلمين كمان. تسلمي لي يا شوق، تسلم لي لسانك اللي بينقط شاهد ده. تعيش لي يا عيون شوق. مش يلا عايزه حاجه يا حاجه؟ احنا مش هنتاخر. ولا تتأخروا، كله محصل بعضه. هات يا جمايل يا رب. يلا يلا. طب كله يعيش مع نفسه، اللي ناوي جروحه واللي زعل نفسه، هو اللي جرى على روحه. يعيش مع نفسه، يلا واللي زعل نفسه يلا. طب كله يروش، طب كله يفرفش، عيش معاه وعيش ولا
اتفضل. اه يا نافوخ. ايه يا رمانة مالك؟ يخرب بيت شكلك يا بيسا، من ساعة ما اديتني البتاعة دي وانا دماغي هتنفجر، شنيور شغال وش في دماغي. بتاعتي انت ضربة حاجة؟ نص حباية من الهباب شقلبت كياني كله، مش هسمع كلامها تاني بنت الجزمة. طب على مهلك يا اختي. رمانة يا دكتورة. اهلا 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 يا قمر. اهلا وسهلا. اتفضلي اتفضلي. سلامتك. أأمريني وأنا أجيب لك أسطول دكاترة يبقى تحت رجلك، بس أنت تقشري. أنا تمام. أحلى أزازة أعلى أزازة نجوم الدل وآخره. مرسي يا شلل. أنا تحت الأمر والطاعة. وريني كده. إيه مالك اتنفضتي كده ليه؟ ما إحنا كنا كويسين. ورنا يا فندينا. شيل الزباله دي من هنا، عايز الترابيزه نظيفه. ايه ده مجنون ده ولا ايه؟ انا مش فاهم. يلا ايه ده؟ اهدى يا دكتور، انا فاهمك على كل حاجه دكتور. يلا معلش تعال اقعد معايا على الباب. لا مؤاخذه يا فندينا. يلا. ايه انت لازم تسيب بصمه في كل حته. خال. ايوه الخال. ده مجنون ده يا شلبي ولا ايه؟ روق روق يا دكتور، انت محسود. روق. انت عرفت السكه منين؟ البركه في شوق. لا اله الا الله. مالك يا اخويا، مش بيقولوا اللقى نصيب؟ انما ايه الحلاوه دي؟ قمر وانت متعصب. توب علينا ربنا. اه ده خير. اه ده شوق. اتفضل يا معلم. وادي راسك يا دكتور، انت على راسنا من فوق، واللي حصل الليله دي هلفطت سكاره، وانت عارف معاليك الكباريهات ياما بتلم، بس عشان خاطر الملط عدي الليله. بس دي مش اصول برضو يا ملط. رمانة الحركه دي انا مش هبلغها للباشا يا ملط، عشان انت عارف زعل الباشا قد ايه. ولا تحب تجرب؟ احنا غلابه يا دكتور، لا قد زعل معاليك ولا قد زعل معالي الباشا، احنا كلنا هنا خدامين مزاج السياده. جربني هتشوف. اما نشوف. مانا الليله انضربت يا مال. مين قال انضربت؟ انا قلت انضربت؟ هو قال انضربت؟ هي قالت انضربت؟ اشبك ايدي في ايدك كده. وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان، لا سهرك ليلة ولا ألف ليلة وليلة، وادي النطرون بنفسه هيحكي عليها. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. أمر بالسر. رمانة. روق بس واشرب. فرفش كده. نور يا خال. تعيش ابو جمعه. صبعين دخان الخال يا ألف. هتعيش ابو جمعه. هروح الحمام اوضب روحي. وانت يا قمر بما انك دايس المكان، مش عايز تقولي اروح الحمام منين؟
امشي شمال توصل. والنبي يا اخويا انا قلت كده من الصبح. الله خلي بالك من نفسك اسد. توب علينا ربنا. قال من الحق ابو جمعه لو تبنا ربنا هيقبل التوبه دي. طبعا ربنا بيحب الخطائين التوابين. لعلمك لو كان الشيطان نفسه تاب كان ربنا رجعه ملاك تاني. يا راجل امال انت جمال يا راجل. مين ده؟ ده المطر. قولي لي يا بنت يا سوري، انتي عملتي ايه عشان تجيبي رجل المعلم كده؟ تكونيش يا بنت سحرتي له. والنبي يا ست مطر لا سحر ولا شعوذه، دي توليفه بالصلاه على النبي تولف القلوب على بعض. انا تعبانه قوي يا سوري، خلاص ما عدتش عارفه اعمل ايه في البيت ده، لا عارفه ارضيهم ولا هم مديني فرصه، خلاص تعبت على الاخر. ما تشيليش هم يا ست مطر، ليكي عليا اول ما اتجوز المعلم هخليه يعاملك احسن معامله ويراعيكي كمان. بيت انت نسيتي نفسك يا بنت ولا ايه؟ مني قاعده نضافك، لمي نفسك لاديكي بالشبش. ليه يا ست مطر؟ ليه يعني انا كنت مش نظيفه ولا ايه عشان تنضفيني؟ انا زي الفل اهو. لا يا اختي كنت مقمله. اديني نضفت اهو يا ست مطر. يوه وبعدين يا اختي ما تبقيش حمائيه قوي كده، انا مش قصدي، ده انت جمايلك مغرقاني من فوق لتحت. استغفر الله العظيم يا رب، انا تعبانه قوي، انا حاسه ان انا في حاجه لابسان. مش انت قلتي هتروحي للست اللي انت سمعتي عنها دي؟ اروح لها ازاي بس وانا اعرفها منين واروح اقول لها ايه؟ انت تجيبي لي تليفونها وانا اتصل بيها وافتح لك سكه معاه. ماشي اجيب لك تليفونها افتحي معاها كل السكك، عايزه اروح لها وانا مرتاحه على الاخر. ماشي يلا يلا كملي شغلك، خليني اروح للمعلم. يو ولا لا قومي قومي من هنا يا معلم. احلى عيون على كل حبايبنا اللي منورنا النهارده، احلى عيون على المعلم خميس افندينا اللي منورنا هو وصحبته، يعني الهرم الرابع، يعني برج افريقيا العالي، المعلم ابو سنة، احلى عيون على المعلم ابو سنة هو وصحبته، يعني ملوك المزاج العالي كله. اللقاء التالي على انغام الفرقه الاساسيه نعيش ونتشقلب مع المرجحه ونجم الاغنيه الشعبيه الفنان عمرو السعيد ودلوعه المسرح الاستعراضي بوسي. المرجحة يوم تحت وفوق، يا خلق عايشة ومرتاحة وفي ناس مش فوق، الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق. أفندينا تحية جميلة لحبيب قلبي أحلى أفندينا في الدنيا معلم خميس أفندينا وكل صحبته جميلة من حقيقة حياة غالية. الدنيا مش دنيا بعافية ولا عز ومال، الدنيا عايزة قلوب صافية مش قلوان، اللي عداها وقال كافية تحذفه من فوق، إذا كنت عايز تكسبها عيش فيها بالذوق، ماشي بتمرجع فيها من تحت لفوق 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 لفوق.
الله عليك يا شو، الطله اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليكة عليا حلفان. أنا ما صدقتش نفسي لما شفتك برة في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، إيه النظافة والشياكة اللي أنت بقيت فيها دي؟ سيبك أنت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان؟ قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالط، امبارح شوق والنهاردة رمانة. رمانة؟ هي مسمعة للدرجة؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجة غيرش أنا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهولي منين نعينها. أمورين أمورين يا سلطان، بس أنا مش فاهم تقصدي إيه. بتحوم على واحد يخصني، عايزة أزحها من سكته، شوف لي طريق. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا. الله عليك يا شو، الطلة اللي مش على البال ولا على الخاطر دي. اتفضلي اشبكي ايدي في ايدك كده، وشبكة العشرة الكرام دول ومليكة عليا حلفان. انا ما صدقتش نفسي لما شفتك برة في الصالة، مندهش من ساعتها. الملط بيضون ينيلك يا واد، ايه النظافة والشياكة اللي انت بقيت فيها دي؟ سيبك انت، ما هي الدنيا ما بتسيبش الواحد على حاله، مش كده؟ مش لو كنت سمعت كلامي كان زمانك دلوقتي نجمة المحل الأولى وشايلة المحل ده كله على وسطك. عايزنا نرجع زي زمان، قول للزمان خلي في عينك حصوة ملح وارجع يا زمان. الله عليك يا سلطانة. سلطانة ينيلك، انت لسه فاكر؟ احنا لسه على قديم، حد ينسى سلطانة الطرب وسهيرة قلوب العذارة؟ الايام دول يا مالط، امبارح شوق والنهارده رمانه. رمانه؟ هي مسمعه للدرجه؟ فشر ولا حد بيسمع عنها حاجه غيرش انا بس اللي في بيني وبينها طار، وعايزك تجيبهولي منين نعينها. امورين امورين يا سلطان، بس انا مش فاهم تقصدي ايه. بتحوم على واحد يخصني، عايزه ازحها من سكته، شوف لي طريقة. والشخص ده موجود هنا؟ اوعى يكون يا فندينا. عسل بشمع وفي بطرامة موصوبة للق وللقار. كهربا انا من جسل بلبل، مفيش ولا ايد طايله بدقدقه، وايه بنت حل وتبردك يا طلع وسخن. ابرم برم دي الكلب ده، استنى البلدي اليوستف عندي، استنى البلدي اليوستف عندي، وانا اولى هدوبه شيء عروبك ولها اخويك والملعوبه. انت كلاش هادي قل في قلبي، هادي قل في عقلي،
عايزين نعمل فرح يليق بينا يا شفاعه. طبعا يا كبير، دي هتبقى ليله العمر. عايزك تعزم لي كل المعلمين كبار وصغار، ما تنساش اي حد فيهم. كل المعلمين يا كبير. طب والمعلم هللة؟ معلم هللة ده بقى انت شخصيا لازم تروح له وتقول له المعلم نوح مستنيك وبيقول لك حقك وحق رجالتك في رقبته. أوامرك يا كبير. عاوز منك حاجة تانية يا شفاعة. رقبتي يا كبير. في عيل أمي الأبجية، وأنا اسمه فتحي فلنكات والتاني اسمه صلاح كفري، عارفهم دول؟ إيه اللي عارفهم؟ دول عيال موزعين قطاع على قد حالهم، مش حملك يا كبير. العيال دي أنا مش عاوز حد يحس بيهم في السوق، ولا حتى عايز حد يعرف اساميهم، كانهم ما اتولدوش من اساسه. وبلاش تشغل دماغك يا اخويا، انا افتح لك الفتحه التانيه. كل شويه تفكرني يا كبير، ده انا ما بصدق انسى. اعتبره حصل يا كبير. وعاوزك كمان تمشي ورا براءه زي ضله، وتبلغني اول باول باللي بيعمله واللي بيقابلهم. براءة تعبني قوي يا كبير. معلش، خليك وراه زي ضله، بس ما تضايقوش، انت عارفه سريع الطلقات. ها؟ انت هتقول لي اعتبره حصل يا كبير. يو مالك يا ست مطر؟ يا اختي عمالك تتلفتي مين وشمال، هتخلي اللي مش واخدين بالهم يفتكروا ان احنا عاملين عامله ولا حاجه. يو برضو الحذر واجب، الواحده مننا لازم تاخد بالها وتحرص. ليه يا اختي كفالة الشر، واحنا يعني داخلين نعمل معصيه ولا حاجه؟ يا بنت مش قصه معصيه، انما الوليه اللي احنا طالعين لها دي ما نعرفهاش، لا عمرنا شفناها ولا كلمناها. اطمني، انا كلمتها وعملت فيها حبيبتها على الاخر، اطمني بقى. وبعدين تروح للراجل صاحب الفرن تقول له يديك الورق اللي قلت له عليه. ماشي، هجيب بجنيه عيش. بجنيه؟ وبعدين فين رغيف اللي كنت سايبه على المكتب امبارح؟ خلوا تفزير بقى. ايه ده؟ اسمعي الكلام. ايه هي؟ هي مين يا متر؟ علي بس، انت قلقانه من ايه؟ انت قلت لي البيت ده بتاع مين؟ مش هوصيكي يا حمدون، انا مش انا احسن حد يستعوض. ما تخافيش يا حبيبتي. ايه ده، انت في حد جاي لك ولا ايه؟ تلاقي واحده من حبايبنا زيك كده قصداني، ما تقلقيش. العواف، اكيد انت الست حمتومه صح ولا انا غلط؟ ايوه يا اختي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك، دي الست مطر اللي حكيت لك عنها. يا اهلا وسهلا يا ست نطره. طب اسيبك انا بقى، سلام. مع السلامة، ابقي طمنينا عليكي. مع الف سلامة يا اختي. هي مين الست دي يا خالة؟ حنتوش منتوش طربوش منفوش. الله حي. وشفتهم بعينيك؟ ايوه يا قاسي الباشا، وفضلت وراهم لحد ما طلعوا. والبيت ده بتاع مين؟ البيت ده بتاع واحدة منبوشة كده رجالة. واخد بالك علي؟ واضح يا فندم ان مشوار حريمي يخص لعبة الدجل والشعوذة بتاع الستات دي. اهو احنا بقى وسط اعمال الدجل والشعوذه دي ممكن نعرف كل حاجه عن البيت ده تحديدا. اكيد طبعا يا فندم. بس يا فندم في حاجه حصلت. حاجه ايه؟ كان في واحده موجوده واول ما شافتهم وصلوا مشيت. والواحده دي انت تعرفها؟ ايوه يا باشا اعرفها، عز المعرفه، من ايام ما كنت براقب افندينا. افندينا؟ ودي مين دي بقى؟ شو مرات ابو سنه. حلو قوي الكلام ده علي. ارجع يا ابني ورا شويه. الحجاب ده تخيطيه في الطريق بخدته. امسكي يا ست نطره، والسائل ده تستحمي بيه مرتين في اليوم، مره الصبح اول ما تصحي والمره الثانيه بالليل قبل ما تنامي. وايه الكيس ده كمان؟ دي رمله مبروكه تفركي بيها كعب رجلك. هي كده عامله زي الحجر يا ست نطره. حاجه زي كده يا اختي. يا اختي انا كعب رجلي زي الفل، مش محتاج يعني. ما تقولي لها يا سوريا. لا ست مطر ما تتوصاش في النظافه، فل من جوه ومن بره. الحكايه يا اختي ملهاش دعوه بالنظافه. امال ايه كل ده من كيس الرمله دي؟
الكهب ده هو بربط الفرس، والرملة دي مبروكة. أول ما تفركي بها كعب رجلك هتلاقي وشك ده قمر 14، والدم بيبج منه زي النافورة. ماشي، هعملك كل اللي انت عايزاه، المهم البال يرتاح وعيش بقى زي بقية الناس. الله حي، حنتوش منتوش طربوش منفوش. عليكي في البيت، انت كنت فين؟ تعالي عايزاكي، تعالي اقعدي. مش انا عرفت جوزك بيهج كل يوم وبيروح فين وليه مش طايقك ولا عايز يخلف منك؟ بيحب رقاصه. لا هو انا بقول لك ده وكحه، بقول لك رقاصه. ما اعرفش يختي بينها عامله له عمل ولا ايه. اتقصت وعرفت، مش انا قلت لك هجيب لك قراره؟ واديني جبته عشان تعرفي ان انا جدعه وبوفي بوعدي. رقاصه واسمها رمانه، وتعرفه من قبل ما يدخل السجن، وبيقولوا يعني ان هم عندهم حكايات بينهم وبين بعض يا اختي ولا الف ليله وليله. ما تخافيش قوي كده يا اختي، هنتصرف، لازم نعمل حاجه ونخلص من البت دي. بس اوعي تقولي لسي خميس اني قلت لك حاجه، ولا ابو سنه ده ينيل عشتي. انت عارفه ان انا بحبك وخايفه عليكي، وبعدين خير ان تعمل شر ان تلقى. انا حققت في اللي انت قلته وعرفت العيال اللي بتلعب من ورانا ويغشوا البضاعه، وقريب قوي هتسمع سمع خير يا معلم. الامر ما يخصنيش يا معلم نوح، حقك كان لازم اردهولك، ومن هنا ورايح حسيتك هتكون قد غيرك مرتين. متاخر اجاوب يا معلم. يعني ايه يا معلم هلا؟ انت نويت تغير الكار ولا ايه؟ خلاص بضاعتنا ما بقتش تلزمك. اللي عندك هو اخر ما عندك، واللي جاي ما بقاش بتاعك. وان كان على حصتي فانا اخدت حصتي من المصدر، واكتر بكتير من اللي وعدتني بيه. ايه ايه؟ سمعني تاني اللي قلته ده. اللي قلته سمعته كويس يا معلم. اوعى تفتكر يا معلم هلا ان ممكن في اي حد في السوق يبيع لك حبايه من غير امر مني. الامر ما بقاش بيدك يا معلم نوح. الظاهر ان الغضب عمى عينيك يا هلا وخلاك تنسى مين اللي قصادك. لا يا معلم، غرورك انت اللي خلاك واقف لحالك في الطل، ما انتش حاسس باللي بيحصل حواليك. وايه يا اخويا اللي بيحصل حواليا؟ ولدك زي ما رصف بيده سكه لتجار بير السلم وانت مش حاسس. السوق رصف سكه تانيه لمصدر تاني غيرك. لا لا تنساش نفسك. انت اللي نسيت نفسك يا معلم، وسلمت دجنك العيل طايش حدفك شمال. فوق يا معلم نوح، افندينا نزل الملعب وخد مكانك. افندينا؟ وقعد مع كبارات السوق وده كل واحد فيهم حصته بالعدل، والكل جام مرضي. سلام يا معلم نوح. صحيح، ما تنساش تسلم لي على الوريس. شفاعة! عمرك يا كبير. ظفر مننا برضو يا خال. قبل ما اخش السجن كنت حاسب السوق ده حسبه غلط، كنت حاسب اللي يكسب يعني هو الحريف وخلاص. لا 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 لا، الحسبه ما بقتش كده، اللعبه قلبت جد. والغلطه بقت دفوره. بس انا مش مطمن يا خميس. عمروتي خد بالك، بصالي اللعبه دي عشان عارف ان انا في ظهري رجاله ورايا عزوه وسند.
بس النوح مش هيسكت. احنا كده بناخد اللقمه من بقه، وده كلب وقفش في عظمه، مش هيسيبها بالساهل. ها وانت لسه قايل الغلطه الوقت بفوره. علشان كده يا خال لازم نعرف اللي بيدور في دماغ النوح، نلغوص جوه افكاره ونجيب مصارين فكره. انا مش فاهم بالظبط انت ناوي على ايه يا خميس. ده عامل ايه في الجواز يا خال؟ الله، ايه دخل عيشه في المرخيه؟ ايه اللي جاب الجواز للي احنا عايزينه من نوح؟ الله بطمن عليك، عايز اطمن على الخال، عايز اعرف تمام ولا لا يا اخويا؟ مش ولا خالك اسد ولا معلوم اسد، عشان كده متجوز ال ايه الجوازه اللي هي يا فندينا رسيني، انت ناوي على ايه بالظبط؟ ناوي على السكه اللي اوصل بيها المصارين النوح. قول لي انك فهمتني. هروح على القهوه اضرب حجرين معسل واقول لك ان انا فهمتك. وراك 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 وراك، مطرح ما تروح وراك. وابتدى ابتدى المشوار. هسيبك انا بقى تهزيها، قصدي تدوريها يعني في دماغك، لغايه لما نشوف حل في البت دي. ما احنا لازم نخلص، خطر. هتوحشيني الشويه دول. خلي بالك من نفسك. ابتدى المشوار. يا خلاص، انت على طول نطيت لي كده في وشي. يا عم بقى اتنحنح ولا هبهب؟ هبهب؟ اتنحنح وانا داخل اوضتي يا شوق؟ ان شاء الله وانت خارج من على السرير اتنحنح. انت كنت بتعملي ايه جوه يا بت؟ اهو بنطفي نار بعضينا بكلمتين. حكم الوحده على الوحده بلا، ربنا لا يوريك أساه. صوابعك مش زي بعضها يا شوق. بس الخمسة في كف واحد يا عيون شوق، والنسوان زي ما انت عارف غلبة وبتستحمل، لكن لما بتزهق بتهج وبتبقى مش عايزة حد يعرف لها طريق جر. طب واللي نفسه يهج معاها بقى يعمل ايه؟ ها؟ يتوب علينا ربنا. دين عمري يا ابنك راه. انا مش عارف ليه انا توت مني كرامتي. صراحة يا ست مطر، انت ايدك فرطه قوي في الفلوس. كنت سيبي لي انا حكايه الفلوس دي، انا اتكلم فيها يا اختي. دول عالم ياكلوا مال النبي. مش مهم الفلوس، المهم النتيجه. النتيجه؟ النتيجة مضمونة مية مية، اسأليني أنا، أنا مجربة وعارفة. هما يعني حرقين شوية في الفلوس، بس سرهم إيه باتع. يا أختي أنا الفلوس عندي بالكوم، مش عارفة أوديها فين، وبعدين هي يعني فلوس إيه من غير عيشة؟ ولا أنتِ شايفة إيه يا سوري؟ عيشة من غير فلوس يا ست مطر زي موت وخراب ديار. شكلك بتحبي الفلوس قوي يا سوريا. الحرمان يا ست مطر، ربنا ما يكتبه على حد أبدا. معلش بس شكلنا كده مش هنختلف. مش هنختلف في ايه يا ست مطر؟ كل بقوانا يا جميل. يلا يا اختي. يلا. قلت لك مش عايزه اطفح، انت ايه البعيده ما بتفهميش؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب، انت كده هتموتي، هتقعي من طولك، انت ما اكلتيش من امبارح. ماليش نفس، نفسي مصدوده مش طايقه الاكل. طب اهدي وبطلي السجاير دي بقى، قطعتي نفسك ونفسي معاكي. انا يعمل فيا كده؟ يقلب الترابيزه في وشه قدام الناس ويقول لي شلبي شيل الزباله دي من هنا؟ انا زبالي يا بيزا؟ انا؟ وهو ايه بقى اسم الله عليه؟ ملاك نازل من السما ناقص له جناحات ويطير؟ هو نسي نفسه؟ نسي نفسه هو ايه وبيشتغل في ايه وبيتاجر في ايه؟ وكان في السجن ليه؟ من قهرته وفرسته يا ابله، ده انت قهرتيه، ده انت قعدتي تقولي رمانة اه رمانة اه رمانة اه رمانة، ما بتكدبش ابدا. ولسه وديني لوريه، هخليه يقول حق برقبتي، هعرفه مين هي رمانة اللي ما بتكدبش.
تقولش ابدا. والنبي تهجي يا ستي، امان طلع عليكي تهجي. انا هروح اعمل لك واحد ليمون. ليمون ايه بس؟ اديني نص ولا حبايه من الهباب اللي انت بتديهولي ده. من عينيا يا ابله، من عينيا الاثنين. يلا انجزي يا منيله. عينيا. حاضر يا ابله، حاضر. خدي. مش شايفه يا قبلتي. ودي اللي وريك يا خميس.